السلام عليكم، نرجع تاني معكم في نتكلم على الفانكشنز الأخيرة، نتكلم على الارينجينج، كيف نعمل ارينجينج للروز باستخدام الكوماند arrange. arrange works similarly to filter except that instead of selecting rows it changes their order، يعني هي بتغير الترتيب تبعهم. it takes a data frame عندي and set a set of column names or more complicated expression to order by them. عادة الترتيب بيبدأ من الأصغر للأكبر. مثلا لو أخذت هان مثلا باخذ، وهذا ممكن أرتب من زي ما حكيت من الأصغر للأكبر، وبرتب حسب العمود. يعني لو أنا أخذت الفلايتس وحسب السنة حترتب لي الفلايت كلها هيتهم حسب السنة. الآن في فلايتس تيجي في مثلا في شهر واحد وفي شهر اثنين وفي شهر ثلاثة. أنا لما أرتب هدول لما يكونوا كلهم في نفس السنة إيش بدي بعمل؟ بأدخل بحط الكريتيريا الثانية اللي هي المانث، العمود الثاني. فهي بدها تيجي ترتب لي حسب الشهر، الفلايتس شهر واحد بتحطهم في الأول، فلايت شهر اثنين ثلاثة زي هيك. الآن مش حتميز إذا طلبت منها زي هيك بس السنة والشهر، مش حتميز يعني ترتب الديتا تبعت شهر واحد مثلا من واحد اول يوم لواحد ثلاثين، لا حتحطهم زي ما هم. الان لو انا بدي اياها ترتبهم من واحد لواحد وثلاثين بدي اعطيها العمود اللي بعده الديز، ولو بدي ارتبهم اقولها رتبي في الديز الفلايتس اللي بتيجي في الصبح وبعدين من يعني من الفجر وتضلها تمشي معي لحديت اخر الليل بدي احط لها الايش الساعه وهكذا. الان لو انا بدي اغير اعملها بدل ما هي من الاصغر للاكبر بدي احطها من الاكبر للاصغر بدي استخدم الكوماند ايش ديسند مع الموجود عندي هان. اوكي، فهذه الموجود لها select column with select. انا ممكن اختار عمود معين باستخدام الفانكشن select. select allows you to rapidly zoom in on a useful subset using operation based on the names of the variable. مثلا select a flight flights and the year month day. there are a number of helper function you can use with select. زي select من ايش بتقول لي select الفلايتس مثلا اللي فيها الاسم تبعها بيبدأ مثلا ب ABC، بتطلع على كل الفلايت اللي فيها من الاول بيبدأ الاسم فيها من ABC وبتختارهم. ومن الشغلات اللي ممكن استخدمها ends with، يعني بتنتهي بالاحرف بحط لها احرف بتختار. مثلا لو انا بدي فلايتس مثلا او ديتا بدي ادخل على الجامعة وبدي الديتا، وهذا يعني بتشتغل عليها بدي الديتا اللي فيها اسم حاتم، هاي الاسم الاول، فبتدخل كل اللي في الجامعة اللي اسميهم حاتم تطلعهم. لو بدي من الاسم الاخير العادي بتيجي بقولها دورة على كل العادي، كل ناحد من دار العادي بتطلعه. فهاي اللي هاي. لو انا بدي حاجة في النص مثلا اسم ابوي علي بقولها مين في النص كونتين علي بتطلع، بتطلع لي كل هذه الديتا. الان ماتش هذه بدك تحدد بالضبط ايش هي، يعني هذا بتقول مثلا لو حرفين ورا بعض او رقمين ورا بعض بدي اعملهم، بقول هذا بستخدم الماتش وبستخدم الكوماند هان، وهي الاشاره هذه حاجتين ورا بعض يعني بتكرر الكاركتر مرتين ورا بعض. فهذه من الشغلات اللي انا بسوي، هذا بقول لو رقم واحد بتكرر مرتين اطلع لي النمبر رينج، بعطيها النمبر وبعطيها الرينج تبعاتها، فهي بتروح مثلا من اكس واحد لاكس ثلاثة في الارقام الموجودة عندي، وين هذه بتلاقيها بتطلع لي اياها. فهذه من الشغلات اللي بتضيف عليها. add new variables to mutate. mutate بتعطيني عمود جديد، يعني لو انا عندي data وبدي اعمل عملية حسابية على هذه الديتا وبدي اخزنها عندي في نفس الديتا فريم، فهذه موتيت بتعطيني هذا الاوبشن. ده لاحظته المرة اللي فاتت تكلمنا عنه، بس المرة هاي بنتكلم عليه من ضمن الفانكشنز اللي موجودة عندي. besides selecting sets of existing columns it's often useful to add new columns that are function of the existing
columns that that's the job of mutate. يعني لو أنا بدي أحسب هاي حطيت الفلايتس الموجودة عندي وبدي أحسب delay ends with delay distance air time اللي عندي. فأنا بدي أعمل mutate flights small gain equal deep departure delay وناقص arrival delay. والسبيد عندي بتساوي ايش؟ الديستانس على الاير تايم ضرب 60 اللي هي هنا مثلا الاير تايم بالدقيقة، فانا بضربها ب60 بتعطيني اياها بالايش؟ يعني بضرب على 60 هذه لو بالدقيقة بتعطيني اياها بالثواني الموجودة. الان انا لو بتطلع على الموجود عندي هاي بدي احسبهم، انا خزنت داتا جديده عمود جديد. ايش هو العمود الجديد؟ في حاجتين بتخزن، الديلي اللي بيحصل في عمليه الديبارتشر اللي هي المغادره، والديلي ناقص الديلي في الارايفر بيعطيني قديش صار عندي وقت يعني متاح او جين بسميه. والسبيد بتعرفوا المسافة على الزمن بعطيني السرعة تبعت الفلايت. هذا بقدر احسب السرعة تبعت الفلايت. طبعا فيها تحليلات كثيرة ليش ايش اسباب، يعني اللي بدي اعرفهم ايش اسباب الديليز، هل هي لانه الرحلات قصيرة، هل لانها الرحلات طويلة، اي اكثر الديلي في الوصول ولا الديلي في المغادرة، وهذه كلها من الأمور اللي بتطلع فيها. الآن في جروب summaries with summary، بنعمل summarize it collapse a data frame to a single row. يعني كل الداتا بصير عندي لو عندي 4-5 بتعملهم سطر واحد. summarize flight مثلا delay equal هاي المين deep delay ان هذه بنقولها ان اي ار ام ايكوال ترو. يعني هذا ايش بتقول لي؟ كل الداتا الميسنج موجوده شيلها من هاي معنات ان اي ريموف، يعني ريموف الان اي. الديب ديلي هنا يعني بتقول لي قبل هان ليش جيب لي متوسط الديلي المين المتوسط اللي عندي. سمرايز از نوت تيربلي يوسفول الليس we pair it with a group by. في function تاني اسمها group by، يعني زي ايش هاي مثلا by day عملناها، بنحط group by flights year month وday، هاي اللي هدول هيحطوا لي اياها في سطر واحد. summarize by day هاي عندي delay بدي ساوي المين ب departure delay، وزي ما حكينا الكوماند الموجود قبل شوية. summarize اللي عندي هاد regroup regrouping output by year month override with group argument اللي عندي. لما نحط a table هاي اللي عندي مثلا هذا بتعطيني هاي اللي انا عملته هان في summarize عملت لي بتعطيني ايش بلاحظ هنا في العمود، هاي السنة هاي الشهر هاي عندي الايش الدي وهاي الديلي. فهذا عندي ضايل باقي من هذه، هاي اعطتني اول ستة وبتقول لي في موجود عندي 359 سطر تاني متاح موجود هنا، يعني اعطتني الايام السنة كاملة هذا بالعبارة. يعني هنا كله حتلاحظ في الشهر الاول وبعدين الشهر الثاني والشهر الثالث بتزيد، وهنا بتبدأ مثلا شهر واحد من 1 لـ 31، شهر اثنين من 1 لـ 28، شهر 3 من 1 وهكذا. يعني هذا حتلاقي اللي بتغير بشكل كامل، هذا اللي عندي حيتغير حنبدأ بشهر 1 كل شهر حتكون لاحظ عقباله هنا الأيام، وهنا الايش الديلي اللي عندي المين ديلي اللي أنا حسبته هان بعطيني إياه. طيب combining multiple operation with pipe، البايب اللي عندي زي ما حكيت الكوماند البايب اللي هو انا ايش بعمل بدل ما استخدم اللي بتلاحظوا يعني هاي مثلا by distance حطيت group by flight with distance، والديلي اللي عندي قلت له ايش هنا summarize by the distance count in هذه بتحسب لي قديش صار،
والديستريبيوشن اللي عندي المين والدلي والمين الموجود عندي. لما بدي اجي اطلع عليهم هاي هذول انا بدخل ديتا مختلفه. الان انا بدل ما اشتغل في الديلي مثلا الكوماند اللي عندي سامرايز والديلي وهذول ايش بحط؟ بحط الاشاره هذه. الاشاره هذه اللي انا بعملها هي اشاره البايب. هذه اشاره البايب. انا لما احط اكس واحط فيها زي هيك واقول اف واي يعني هذه عباره ايش اف اوف اكس وواي. هذا لما احطها زي هيك بقول هنا حط لي اياها في الجي في الجي اوف زي ايش هذه هاي هذه اكس واي وهنا في الايش في الجي اوف زي والفانكشن اللي عندي هذه صارت في الاكس واي يعني هذه دبل فانكشن اللي عندها او نستد فانكشن بيسويها. هاي الجي اللي عندي اخذت الزي واخذت اللي صفى عندي هان. طب اللي عندي هان عبارة عن ايش؟ هذه قلنا صارت اف اوف اكس اوف واي. هذه الاف اوف اكس والواي هي العنصر الاول بحطها كاما بتصير ود الزي الموجودة عندي. هذا التحليل. البايب there are three steps to prepare this data. A group flight by destination يعني بدي اسويها. Summarize to compute the distance, average delay and number of flight. Filter to remove noisy point اللي عندي. مثلا هاي انا نقول له airport which is almost twice as far as away as the next closest airport. هاي الديلي اللي عندي بتقول لي flight خذ جروب باي الديستانس يعني هذا لما بدي احط الفلايت هنا وبعدها بتيجي ايش الديستانس. الان الفلايت والديستانس هذول بدي اعملهم ايش سمرايز عد لي اياهم كاونت الموجود. بدي اطلع الديستانس عندي بدها تساوي المين. المين عندي للديستانس يعني جيب لي متوسط المسافه وفي نفس الوقت شيل لي كل الميسنج ديتا اللي عندي. والديلي بدي تقول له جيب لي المين للارايفل ديلي وشيل لي الديتا الموجود وخزن لي اياها هنا بعد هيك في الفلتر اللي عندي كاونت اللي عندي الكاونت الاكبر من 20 والديستنيشن عندي بتسويش ال اتش ان ال الموجود عندي يعني الهواء هنالولو يعني الديستنس اللي بتسويش هنالولو. الان هي هذه هاي طريقه استخدام البايب الموجوده. الان يوسفول سامري فانكشن ايش هي بالنسبه للميجر اوف لوكيشن المين والميديان. تعرف المين اوف اكس اللي هي متوسط الحساب الميديان اللي بتيجي في النص. الستاندرد ديفيشن اللي عندي هان هذه من الفانكشن الموجوده او انتر كورتايل رينج الانتر كورتايل رينج اللي عندي او الميديان اوف ابسولوت ديفيشن الموجوده هذه الحاجات. الان الانتر كورتايل رينج يعني الفارينس الموجود عندي بعباره ثانيه. ميجر اوف رانك اللي هي المينيمم اكس والكوانتايل اوف اكس اللي عندي مثلا 0.25. الاكس 0.25 هذه يعني بتقول لي كل الاكبر من الاكس القيمها اكبر من 25% من القيم شوف لي عددهم قديش فبحسب لي اياهم اللي هان بخزنهم في ايش في الاكس. الماكس اكس اللي هي اكبر قيمه والمين اكس اصغر قيمه. الان للبوزيشن خلينا نشوف للبوزيشن اللي عندي الفيرست اول واحده والانت بقول له قديش الانت اوردر اكس هاي مثلا 2 اللاست اوردر الموجود عندي هاي الكوماند. الان كاونت اللي هي يفسين الان اللي هي which take no argument and return the size of the current group to count the number of non missing value use ايش السم اللي عندي اللي ما فيش فيها missing هاي نوت اي اس ان اي اوف اكس بتعطيني اياه تو كاونت ذا نمبر اوف ديستينكت يونيك فاليوز بنستخدم الايش الان ديستينكت اوف اكس. كاونت اند بروبورشن اوف لوجيكال مثلا الصم اللي عندي للاكس جريتر مثلا 10 بتحسب للمين اللي بيساوي كام صفر بتقدر تحسبها.
هاي كلها هيتها فانكشن ممكن تستخدمها. هذه لايش بتفيد الان؟ هذه ككل بتفيد في حاجة واحدة ومعينة اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها، اللي بتفيد في الاسايمنت اللي حكينا عنها بدكم تشتغلوها اللي حطيناها اللي هي الفاينل اسايمنت. هذا انا حاطط لك اياها وماخذك ستيب باي ستيب، بقول لك انا اعمل انستول للباكج نيويورك سيتي فلايت 13 وبعدك سوي لود لللايبراري نيويورك سيتي فلايت 13 ولايبراري تيدي فيرس اللي عندي. لو عندك مشكله في التيدي فيرس اعمل انستول للباكج تيدي فيرس، وبعدها بتشتغل الخطوات الموجوده عندي. عندي اربع مجموعات تمرين، اربع تمارين، وكل تمرين فيه عده مجموعات من الاسئله، فانت بتجاوب عليها وهذا بتبقى ان شاء الله الجزء النهائي من المادة الخاص بآر. هيك بنبقى خلصنا المطلوب منا في برمجة آر، وهيك غطينا كل الجزئيات اللي بتتعلق بآر في هذه المادة، وبتأهلك لها في المستقبل تقدر تشتغل تبرمج آر بسهولة. ويعطيكم العافية بهذا